النهارده اتحاد الكره المصري قدم روي فيتوريا مديرا فنيا لمنتخب مصر حتى 2026. بصراحه شديده زيه زي كل البرتغاليين، يخطفوك كده، يخطفوك بكلامهم. بيعرف يتكلم، بيعرف يودي رسائل، بيعرف يقول لك اللي انت عايز تسمعه وتعرفه وتفهمه. حلو، خدوا بالكم من نقطه، انه التدريب او بلاش التدريب، انك تكون شخصيه عامه، انك تبقى شخصيه مؤثره، دي ليها مهارات مش بس في الملعب، خارج الملعب كمان. المهاره الاولى اللي وريها لنا النهارده فيتوريا على الاقل في مصر، عشان احنا عارفين مهاراته بره مصر، انه بيعرف يتكلم، هادي، ذكي، بيعرف يوصل للعقل ويعرف يوصل للقلب، يعرف يحسسك ان انت في امان. ده اللي انا حسيته النهارده. اللي هيحصل بعد كده الله اعلم. ما قلتلكش مدرب كبير، ما قلتلكش مدرب عظيم، ما قلتلكش مدرب هينجح. هو طبعا كبير وعظيم عشان نجاحاته اللي قبل كده، بس ما اعرفش مع منتخب مصر هيعمل ايه. يعني لما اقول لك كلام حلو عن فيتوريا النهارده، دي انطباعات، مجرد انطباعات، لكن الواقع ان شاء الله يبقى كله خير. النهارده الراجل كان في منتهى الذكاء في ردود على كل الاسئله. انا دلوقتي زيكم مصري، اعتبروني مصري. ده اللي قاله فيتوريا النهارده. انا همشي معاكم في كل التفاصيل، المشاكل فاهمها، الازمات عارفها، الوضع هتعامل معاه، مش هقول لك على الايجابيات والسلبيات، انا جاي اتعامل مع وضع. اللاعبين اللي عندكم كويسين بس اكيد هيبقوا محتاجين تطوير. محمد صلاح اتكلم معايا، بس انا مش هنا عشان اتكلم عن محمد صلاح، انا جاي اتكلم عن الفريق كله. انا عايز يبقى في مصر في محمد صلاح تاني، انا جاي اعمل الكلام ده. انا مش بتاع مبررات، مش بتاع ازمات. راجل ذكي جدا في تصريحاته. المؤتمر النهارده كمان بالمناسبه كان شكله شيك. معلش، قبل كده في المؤتمر بتاع كارلوس كيروش والمؤتمر بتاع ايهاب جلال، انا كان عندي تحفظات كثيره على الشكل. ولما اقول الشكل فانا اتحدث عن مؤتمر صحفي للمدير الفني لمنتخب مصر، فالشكل دي مش حاجه فرعيه. النهارده الشكل شيك، محترم، يليق بالكره المصريه، يليق بصورتنا بكل التفاصيل. دي الحاجه الشكليه. اما الحاجه العمليه هي تصريحات الرجل النهارده، تصريحات الكابتن حازم امام، والكلام كله كان كلام حلو. تعالوا نشوف جزء من الكلام ونرجع نكمل. بشكر مستر روي فيتوريا طبعا على وجوده معانا، وان راجل على المستوى الشخصي قبل ما يكون الفني هو شخصية محترمة جدا جدا، على المستوى الإنساني راجل محترم متفهم جدا وعارف يعني ايه مصر وقيمة مصر وقيمة منتخب مصر. وبشكر كل يعني مش عايز اطول كتير، لكن بشكر كل اللي سهلوا امور التعاقدية، وبشكر كريم طبعا على مستوى المانجرز وأورزال وكجهود كل الناس اللي كان ليها دور في التعاقد مع مستر روي. وبتمنى له التوفيق ان شاء الله، ومستنيين منه كتير. وبشكر كل الاعلاميين المتواجدين، يعني نورتونا وشرفتونا، وان شاء الله دايما تكونوا في ظهرنا ونحاول ان احنا نعمل حاجه كويسه لمصر. ما حدش هيعمل كل حاجه صح دايما، اكيد هنقع في النص، لكن بنحاول ان احنا نعمل الصح. فطبعا واحنا بنعمل الصح ممكن ننزل شويه نطلع شويه، لكن دايما واثقين ان الاعلام المصري الرياضي في ظهرنا وعايز الصالح العام، وده اللي احنا عايزينه كاتحاد كوره. فكل الدعم ان شاء الله لمستر روي فيتوريا وجهازه الفني الفتره اللي جايه. احنا بنشتغل على 4 سنين، وده يمكن لاول مره في تاريخ اتحاد مصر في كره القدم نعمل عقد 4 سنين مع مدير فني. ده نظرا ان احنا نثق في مستر روي فيتوريا كشخصيه قياديه وشخصيه فنيه هتزودنا ان شاء الله وهتفيدنا جدا جدا. أولاً، أنا اشتغلت في نوادي كتير جداً، بس في خلال الفترة ديت ما كانش عندي دايماً التخوف أو إن أنا أفكر في إزاي هم هينظموا أو إزاي بيبقى في مشروع كبير للنوادي دي. وفي الأكثرية من النوادي اللي أنا اشتغلت فيها فضلت أدرب هناك أكثر من 4 سنين من غير ما يكون عندي الحماس إن أنا أدرب المنتخب الأول. دلوقتي أنا لسه صغير. ماج تنيا إستا فونتاد
لسه شاب وطبعا قدامي دلوقتي الامل ان انا اكون في مصر براتيكا علشان نفكر مع بعض اي فوي اسا امبيسيون يا سا موتيفاسيون كي مي فيزارون فيل باجي. والعمليه ديت ان انا عملي جدا وان احنا دلوقتي بنفكر في حاجه زي مشروع هو دوت اللي خلاني اجي مصر افورما كومو بالطريقه اللي زي كابتن حازم امان مش بليكو نوج مشترو از ايدياش يشتغل على فرنت وما نساهم كون مايش 100 مليون بسوش. وزي ما كابتن حازم قال لي ان احنا هنبقى شغالين على بروجكت او هنبقى شغالين على مشروع بيدعمه 100 مليون متفرج او موتيفو دي جراند ساتشفاسان دي جراند ارجول يو نو بوديا ديزير كنا. دي حاجه خلتني ابقى متفائل جدا, حاجه خلتني ابقى مبسوط جدا, كان اوفر ان انا ما اقدرش اقول له لا. بريستين فاريز ايدياش وطبعا انا عندي اكتر من فكره جوست ترافاليار كون جوفنتود نج ميز ايكيباس وبحب اشتغل جدا مع الشباب من المنتخبات جوست ستار نون كلوب نيس كاز نوما ايكيبا اي اولار با تودو كي مي انفولف اي انفولفيرم كون اساس كون اساس ايدياس كون اس ديبارتمنت. بحب جدا وحابب جدا ان انا اكون في منتخب او في نادي او في ان انا اكون موجود في منتخب وفي حواليا ناس كتير بيدعموني وبيدعموا الفكره وبيدعموا الافكار اللي انا بفكر فيها. وش باترانج لمدة أربع سنين. فوي أكيد كنت عندهمش كيرا لوجيك هي إيديا para passar esta ideia de projeto. دي الحاجة فيزون. اللي فهمتها إن إحنا عندنا فيجن, عندنا كواز اون سيكو كستين كفازير وعندنا ميشن, عندنا بروجكت, عندنا مشروع لازم نشتغل عليه في خلال الأربع سنين ديت, وهو دوت اللي هيكون بيدعم الأفكار اللي أنا لسه قايلها دلوقتي معاك. في الفينال أكابو بور سي مونت سيمبلش انتندر إشتا في الاخر كان بالنسبه لي حاجه سهله جدا ان انا افهم الفكره ازاي يبقى في مشروع, المشروع دوت هشتغل عليه بالافكار ديت وهنقدر نوصل بيه لحاجه كويسه. وما فونتاد مويتو جراندز دوش بارتش طبعا دي حاجه كويسه جدا بالنسبه للناحيتين, بالنسبه لمصر وبالنسبه لي انا كشخص. انه كريتار بارتيكولاريزار انا مش عايز اتكلم عن حد بعينه. São coisas particulares que não vale a pena, mas já tivemos, já trocamos. دي حاجة دي حاجة دي حاجة ما بيني وما بين الناس هنا, فأنا طبعا دخلنا جا فلان. فعلا تواصلت معه. Mas atenção que eu vos quero dizer é que tenho o máximo respeito por tudo aquilo que foi o trabalho feito até aqui por todos os jogadores. بس في حاجة أنا عايز أقولها إن أنا بحترم جدا اللعب الجماعي وبحترم جدا كل الأعضاء اللي شغالين مع بعض. وصلاح هي فاكت ما جراند ريفرنسيا نو موندو. كابتن صلاح طبعا هو لعيب معروف جدا في العالم كله. وكناش فامس تنتا فازير كريار نوف صلاح. بس اللي احنا هنقدر اللي احنا هنحاول نعمله ان احنا نعمل صلاح جديد. يديزير كي وصلاح او كوكير اون نوش سوزين. وهنقول طبعا وده طبعا اللي احنا كنا بنقوله دلوقتي ان كلنا واحد لوحده عمره ما بيشتغل لوحده. تودو جو تودو جوغادور زيرون تير مني اتنسان اوبفيامنت طبعا كل اللعيبه هيبقى ليهم الحماس وكل اللعيبه هيبقى ليهم نفس المعامله من عندي. اي فوسيز ايرون فيريس مونت رابيدامنت وانتوا هتشوفوا الكلام دوت بسرعه جدا. اي نو تيف اوبورتونيتاد فالار كون ايلز انا ما جاتليش الفرصه لحد دلوقتي ان انا اتكلم مع البرتغاليين اتي بسوالمنت بس دلوقتي انا هبدا اتكلم معاهم شخصيا. ايري فالار كون تودو ترينادورز وهتكلم مع المدربين كلهم ده بريمير ديفيزيون في الدوري المصري في كونجا سافير طبعا لازم كلكم تعرفوا ان انا هتكلم مع المدربين كلهم مش البرتغاليين فقط. اكيو كود زاجا كي كيروس بورتوغيز كيروس ايجيبسيوس بس طبعا اللي انا عايز اقوله ان هم برتغاليين مصريين من اي حته في العالم فاسون بون ترافايل اي كي اجودن ايفولوير فوتبول ايجيبسي اللي انا هكون محتاجه منهم واللي انا هكون عايزه ان هم يعملوا شغل كويس جدا ويتمرنوا بطريقه كويسه جدا علشان يساعدوا الكره المصريه ان هي تتطور. ان خصوصا البرتغيز يريتير حتى possiblemente já amanhã oportunidade de estar com os dois. طبعا بما اننا بنقول ان في هنا مدربين برتغاليين فطبعا ان شاء الله بكره احتمال كبير اتقابل مع اثنين منهم. No, a mensagem é esta. رسالتي هي. Às vezes é muito bom nós virmos de fora. تقريبا ساعات بتبقى حلو قوي ان احنا شايفين من بره. Porque vamos ver a fotografia. فممكن نشوف صوره مثلا. Quase de início. والصوره دايما بتبقى في الاول. aquilo que eu posso dizer a todos os jogadores egípcios بس اللي انا عايز اقوله لكل اللعيبه المصريين é que eu e minha equipa técnica ان انا وفريق já começamos a observar vários jogos e vamos observar todas as equipas
دو نوس كامبيوناتو. انا وفريقي الفني خلاص احنا بدانا نتفرج على الماتشات، احنا بدانا نتفرج على اللعيبه وبدانا نشوف كل اللعيبه بيلعبوا ازاي. كوماسا كيونو في سيكو، وبنبدا من دلوقتي سايكل جديده، بنبدا من دلوقتي خطوه جديده. كان جوغا سون ايلز اللي بيلعب طبعا اللعيبه نوش اوفالي دمش احنا مش جدول ماستر، احنا بس هنقول فعلا انت بتلعب مظبوط او بتلعب بالطريقه المظبوطه اللي احنا عايزينها ولا لا. توتش تراون دا ميا بارت ماكسيم اتنسون اي غوادات سيركونستانس. وطبعا زي ما قلت قبل كده ان انا هدي كل اللعيبه الاتنشن بتاعي كله علشان كل اللعيبه تستحق الاتنشن ده.